وليعلم أن كل يوم تلزمه كفارة ويلزمه القضاء، لأني سئلت عن مسألة عن بعض النساء مع أزواجهن جامعة أكثر من 4 مرات، إذن تلزمه كفارة عن كل يوم. لما؟ لأن كل يوم عبادة مستقلة، لا يفسد صوم يوم من رمضان بفساد الصوم الآخر، إذن دل هذا على أن كل يوم عبادة مستقلة.